فقد نصبوا أنفسهم أطباء. إذن ماذا عن رؤية الأطباء في هؤلاء الذين يدعون أنهم أطباء؟ إنه وتر مشدود بامتياز في ضيافة الدكتورة أمل التجاني استشاري الطب النفسي. أهلا بك يا دكتورة أمل، وأيضا نرحب بالشيخ عيسى سليمان رئيس جمعية الشفاء للتداوي بالقرآن والسنة. أهلا وسهلا، مرحبا، أهلا بكما. الله يكرمك. نتفق بداية أن الوتر يظل مشدود ما بين من تلقوا العلم في كليات الطب وبين الذين هم لم يتلقوا هذا العلم الطبي ولكنهم يمارسون الطب بشقيه، النفسي والعضوي. بالفعل الوتر مشدود بينكم، أليس كذلك؟ والله إلى حد ما، يعني ما مع كل المعالجين. إلى حد ما ولا إلى حد كبير يا شيخ عيسى؟ ربما. دعني أبدأ، إذن دعني أبدأ منك الشيخ عيسى سليمان. هل أنتم بالفعل شيخ عيسى تعالجون كل شيء؟ طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن سار على هذا. ومن قال أعالج كل شيء جهل كل شيء. ومن قال علمت كل شيء جهل كل شيء. نعم. ولكن هناك اختلاف في المدارس قديما. أما الآن حديثا في تقارب، ولذلك أنا ما متفائل بشد الوتر زي ما هو البرنامج اسمه يعني. نعم. لأن المدرسة القربية حاولت تسلب هذا الطب الأساسي، يعني نسميه الطب الروحي بالمصطلح الحديث الآن، وتجره إلى المادية البحتة. فلذلك من سلك هذا المنهج وهذه المدرسة فاسق تماما، أن الوتر ربما يتقطع إلى الشد. يعني كان ما تقول أنتم تنتمون لمنظومة الطب الروحي. الطب الروحي، نعم نعم، بكل جوانبه. بكل جوانبه، نعم. والطب البشري نفسه، والطب البشري أيضا، نعم، روحي وبشري. يا نعم. دكتورة أمل التجاني، نعم، هل هناك وفق الذي تلقيتموه من دروس في كليات الطب ما نعم. يسمى بالطب الروحي؟ والله إحنا ما عندنا ما يسمى بالطب الروحي كده كشيء منفصل، لكن السلامة النفسية، نتكلم عن السلامة العامة للإنسان، يعني إحنا متين بنقول إنه هذا الشخص صحيح سليم. سليم دي لازم يكون سليم بدنيا ونفسيا ومتوافق برضو يعني مع المجتمع بتاعه، وبيدخل فيها طبعا انه روحانيا يكون هو مرتاح ومتوافق مع نفسه ومع تعاليم دينه في المجتمع اللي هو ماشي يعني العايش فيه. يعني السلامة من الشخص السليم ما هو بس الشخص الما مريض، يعني بيشمل كل هذه الأشياء. نعم، لكن يبقى السؤال، من المنوط به أن يقوم بمعالجة ومداواة من هم يشكون من الأمراض النفسية أو حتى سميها الروحية كما قلت؟ والله أنا ما بسميها الروحية، إحنا أنا كطبيبة استشارية طب نفسي، نعم، أنا بعالج الاضطرابات النفسية. يعني أنا مختصة في الاضطرابات النفسية. الاضطرابات النفسية يعني إحنا كده نقول ليه الناس بتعزيها لأشياء روحانية، لعالم الجن، لعالم السحر، ليه كده؟ يعني في السودان أنا أفتكر، أو في العالم العربي بصفة عامة وفي السودان بصفة خاصة، أفتكر المسألة دي بترجع لعدة عوامل صراحة، عوامل كثيرة يعني متشعبة. من ضمنها أنا ما حامشي للمجتمع بس من البداية، حاجي لك للأعراض بتاعة الاضطرابات النفسية. يعني كثير من الأعراض تبدو لمن ليس لديه دراية أنها قد تكون مسببة بشيء روحاني، شيء خارق للعادة ما عنده تفسير. يعني مثلا عندك الناس اللي عندهم الاضطرابات الذهانية، تشوف المريض يتحدث إلى نفسه، قاعد براه ويتكلم ويأشر. أغلبية الناس قد تفسر دي إنه ده بيتكلم مع الجن، ده فيه اللبس فيه كده. بالنسبة لنا نحن كأطباء نفسانيين، دي سمة الزول ده بهلوس، عنده هلوسة سمعية أو هلوسة بصرية، وهو بيستجيب لها لأنه هو يعني كمريض ذهاني ما بيقدر يفرق ما بين الواقع والشيء الما طبيعي. فدي يعني دي من الأعراض برضو بتاعت بعض الاضطرابات، طبعا ما كل الاضطرابات النفسية.
فبتخلي الناس تقوم تتجه طبعا في غياب العلم يعني او في الجهل بطبيعه المرض خلاها تتجه لاتجاهات ثانيه وتعزيها لاشياء روحانيه اشياء كده. دي واحده من الاشياء. في ثاني برضو الناس بتمسك لك ما يفرقون يعني ما يفرق بين المرء وزوجه بتعلمون ما يفرق منه. احنا عندنا في الطب النفسي ما يفرق بين المرء وزوجه. امراض كثيره واضطرابات كثيره تفرق بين المرء وزوجه. نعم. فيعني الاثر بتاع الاضطراب النفسي برضو ده من الـ من الـ من العوامل اللي بتخلي الناس تتجه لتفسير الاضطرابات النفسيه. يعني كل الاضطرابات النفسيه بالنسبه للطب النفسي هي مدركه معلومه مفهومه، هناك طرق علميه لمعالجتها، اليس كذلك؟ نعم، طرق علميه لتشخيصها. طيب. وطرق علميه لكن لمعالجتها. لكن لكن الشيخ عيسى والذين معه يقولون بغير ذلك، يقولون هناك بعض الامراض تستحصي على الطب النفسي هي ضمن الغيبيات أو ما يعرف بالميتافيزيقيا بين مزدوجتين. نعم. هل هذا الكلام صحيح يا شيخ عيسى؟ هو الحقيقة خلينا احنا نضع الأمور لا في أنا المزيد. سألت سؤال محدد أرجو أن أجد إجابة محددة. أنتوا بتفتكروا أنه في أمراض لا يمكن معالجتها ومداواتها من قبل الطب النفسي، أليس كذلك؟ هو كلام الطب النفسي قال الكلام ده. نعم. الطب النفسي قال الكلام ما نحن. هو الآن قالت هذا الكلام. هو الطب النفسي قال الكلام ده. نعم. يعني هو الآن يعني معظم الناس اللي بيستخدموا او بيتعاطوا حبوب نفسيه هي مهدئات وليس معالجات وانها مستمره وتمع واحدين واغلبها تمشي معاهم الى الابد. لكن خلينا نضع الحكايه في موازين. لا لا لا، قبل ان نضع الاشياء في موازينها سأعود اليك يا دكتور. هذا اتهام خطير جدا. يقول ما تكتبونه من روشتات مهدئات للمرضى مجرد مهدئات معظم. العلاج الناجع النهائي عند الشيخ عيسى. طيب. نعم. أول حاجة كلمة مهدئات دي، المهدئات دي هي قسم من يعني زي ما عندك في بنادول مهدئ للصداع مثلا. عندنا نحن أشياء مهدئة بنحتاج لها في فترة معينة، لكن الشيء اللي بنديه نحن بنسميه علاج. علاج ناجع يعني زي ما بقول الشيخ زي ما في الأمراض الباطنية. بس علاج ناجع مستديم. هو الاستدامه دي ما بتضمن في اي مرض. الشيخ يبدو على حق الى حد كبير، اللي هو بيجينا ما بيرجع ثاني اللي يمشي للنازل، ومرات طبعا انا ما اعرف ايش يحصل بعد ذلك، لكن انتم اللي بخش البتاع ده ثاني ما بيطلع، يعني مجرد مشاهدات. أنا قبل العلاج. لا انا بقول نعم. انا بقول في حياتي قبل العلاج. انا بقول في حياتي قبل العلاج. لا بس انا هو قبل العلاج عشان اخوانا عشان نقبل العلاج لابد ان يكون لا 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 دي مو كلامي انا، ده كلام هو العلاج ده عشان نصل العلاج انا ما لابد ان نعرف ان نعرف احنا ليه ماشيين العلاج. نعم. حتى افلاطون لما جاء عرف هذا العلم وعرفه بالجسم، فقال الجسم هو عباره عن عربه كاره بجرها حصانين، واحد بجر للخير واحد بجر للشر. ده تعريف هو. أنا من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود يولد وإلا وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. فقرين الجن لا يأمر إلا بسوء وقرين الملائكة لا يأمر إلا بخير. دي بداية أنه الجسم الإنسان فيه الاثنين دل. طيب أنا عندي الإنسان بتكون من الاثنين، من روح وجسد. حق الجسد ده كله خلينا طيب ما عندنا مشكلة. مما تنبت الأرض من بغلها وفومها وعدسها وبصلها يصنعوا له الأدوية دي من هنا. اما سويته ونفخته فيه من روحي، الحكايه من الروح دي مش نعالج من حاجه جات من الروح. ولذلك جات الادويه النبويه الشافيه لهذه المساله. مساله الروح من هذه الاشياء. ولذلك لما نجي ندور المساله دي، يعني الان قالت واحد مثلا بيتحدث مع نفسه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كبر احدكم اذا اذى المؤذن قال ورى الشيطان مثلا. فاذا انتهى المؤذن اقبل الشيطان، فاذا ثوي بصلاتي فر الشيطان، فإذا انتهى وكبر العبد للصلاة جاء الشيطان ووضع خرطومه على قلبه فيقول له أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا حتى لا يدري كم صلى. ده يسميه حديث نفس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أتى الشيطان وقال له أقول كذا أقول كذا أقول كذا. فما ممكن أنا هنا أجره، معلش أجره ليه؟ فهنا في بعد ذلك لا لا أنا ما أتحدث عن الوسوسة. لا ما هو أنت قلت الوسوسة. لا أنا ما قلت وسوسة. ما هو نفس الحديث النفس. أنا ما كنت بتحدث عن حديث النفس. هو ذاته يسمع. كنت بتحدث عن شخص يسمع أصوات لا يسمعها الشخص غيره، يسمع أصوات بأذنيه وليس بقلبه. أنا ما بتكلم عن حديث النفس.
حديث النفسي ده ما كل منا ممكن يتحدث عنه. عقاقيركم ردت إليكم، أنتم لا تستطيعون معالجة المرضى النفسيين أو الروحانيين. عيسى والذين معه هم القادرون المؤهلون بامتياز لكتب الروشتة العلاج المناسبة. طيب نحن عن هذا وهم ينتصرون كل يوم ويستقطبون المزيد من المرضى الذين يبحثون عن المعالجة النفسية الناجعة. عيسى يتهمكم طيب بأن عقاقيركم لا فائدة منها. طيب انتوا ما قادرين تعالجوا الناس ديل يا دكتور. احنا ما قادرين نعالج الناس ديل، ده اتهام خطير، وانتوا اللي اتهمتوني ومديتوني فرصة عشان اجاوب لكم عليه. اول شيء الشيخ عيسى بيقول انه حاجات الجسد دي خليناها لهم، اما حاجات الروحانية دي يا اخواني اذا انتوا بتفتكروا انه الاضطرابات النفسية ما عندها عضو في الجسد متأثر، هذه طامة الكبرى. هذا السبب أصلا اللي بيخلي الناس ملانويتا المتأثر. شنو في الاضطرابات النفسية؟ متأثر العقل. يعني إحنا أنا خلينا ندي تبسيط بسيط شوية للمنشأ بتاع الاضطرابات النفسية، أو يعني بيحصل شنو. عندنا اختلالات في بعض الموصلات العصبية. هذه الموصلات العصبية عبارة عن مواد كيميائية تفرز في المخ. يعني المخ ده يا أخواننا قاعد في الصندوق الصغير ده في الراس ده، لكن إذا شلنا وفرينا كده في الواقع هو متعرج تعرجات صغيرة جدا بملاك الغرفة دي كلها. فالمخ ده عبارة عن الكنترول بوكس، ده الغرفة التحكم بتاعت كل شيء. ما هي غرفة التحكم دي لو أصاب العطب كما دفنج. يقول عيسى فانتوا يعني الافضل ان يسب لا لا معلش في الاضطراب النفسي. طيب في الاضطراب النفسي الفكره بتاعتي ممكن اكمل الفكره تبدو نظريه لحد كبير. احنا عايزين كلام واضح جدا يا دكتوره. انتوا بالفعل هل تستحصي عليكم بعض الامراض وهذا دفع بعض المرضى للذهاب للشيوخ ولا لا؟ ده السؤال. انا اللي بعرفه اللي بتعرفيه انت. انا كدكتوره عمل التجاني جاني عدد كبير جدا من الشيوخ، منهم من كان مربط 8 سنين. شيوخ مرضى. مرضى جو من الشيوخ. نعم. يعني منهم من تلقى علاج وانا اقول لك بالواضح وساعد حالته. معلش دكتور عمر هو اصلا ما ساعد حالته. لا لا ده كلام. لا دقيقه دقيقه هذا عين الصواب. هذا انا عين الصواب. هنا عندنا نقطه. هنا شوف هي قالت من الشيوخ. نعم. طيب انا خليني انا برد اديك حاجه. احنا عندنا شيوخ ثلاثة. شيخ شيخه الزمان، وكل من توقع على العصف هو شيخ. وشيخ شيخه الشيطان زي بتاع النظار والدساتير والبخرات والكجور والرص والجماعة ديل اللي بيربطوا واللي بيدقوا واللي جوعوا ديل عندهم ديل هم أعوان للشيطان نفسه ضد الإنسان. والشيخ الثلاثة وشيخ شيخ الرحمن كلهم بلغ رتبة أهل الفضل وإن كان صغيرا. هو الذي يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبالكتاب والسنة. فهي ما تخلط لي بين الدجالين والسحر والمشاعر. لا لا هذا الخلط هذا يا لا 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 يا شيخ عيسى هذا الخلط لا تقع فيه الدكتور آمل، يقع فيه الكل. كيف للمريض ان يفرق بين شيوخ الشيطان وشيوخ الرحمن؟ يا رجل اوكي انا الان من اجي اتكلم ثم وهذا هو الاهم. من الذي يمنحكم يعني الضوء الاخضر لممارسه هذه المهنه؟ هي اصبحت مهنه اكل عيش. طيب من الذي يمنحكم هذا الضوء الاخضر؟ طيب. هذا هو السؤال. انا الحمد لله عندي اجازه من جامعه القرآن الكريم. نعم. عندي اجازه من مجلس العقيده الدعوه بالسودان. وعندي الحمد لله عده اجازات من المدينه المنوره من هنا ومن اماكن اخر يعني كلها اجازه في هذا المجال. طيب ممكن معلش قبل سؤالك انا الان لما اجي اتكلم بتكلم عن النفس والطب النفسي والعلاج بالقران. نعم. لما اجي اتكلم عن النفس ببدا النفس. هي قالت اضطراب. اكيد الاضطراب اللي هو بيأثر على الاعضاء او على فيسيولوجية الانسان في كل في اي شيء منها. انا برجي ارجع للنفس ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. طيب مطال الفجور هنا الفجور هو حاجه غير مالوفه مخالفه لنواميس الكون لقوانين الكون. حاجه يعني يضرب يكسر يعني يشتم يتكلم يعمل اي حاجه. وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره فلا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. طيب هو حصلت أشياء وجات هذه. أنا برجع بعد ذاك النفس للقرآن وأدي أصل هنا نفسي هو شنو والأفعال الممكن تحدث منها. طيب الفجور والتقوى جات هنا منين
والسبب شنو؟ طيب. لما نجي كل المكاسب دي جات نشأت منين؟ هي نشأت من إنسان يعني باختصار ممكن أقول لك إيه؟ الآن عندك الكهرباء دي موصلة يعني إنسان أنا أقول لك مثلا فيه القبيل أنا قلت لك في بداية الكلام يعني ما من مولود وإلا أكل به قرين من الجن وقرين من الملائكة يعني زي السالب الموجب بتاعة الكهرباء عندك دي بتاع الملائكة ده هو البئر بالخير ده هو ده الموجب دائما لما الإنسان يتبع ويمشي معه ويكون الأمور إنارة وحي طيب لما يمشي السالب الثاني بيمشي في الجانب اللي هو المظلم والجانب السيء جدا ولذلك تلقى واحد الآن بتعالج مدينه 30 سنة 40 سنة بياخد العقاقير وما نفعت بحديث واحد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يشفى تماما بإذن هذا كلام شيوخ بآية من القرآن هذا كلام تماما. هذا كلام طيب شيوخ طيب الرحمن وليس طيب زناديق الشيطان طيب من شيوخ طيب الرحمن طيب يا إخوانا يقول لك يا دكتورة أمل لفائدة المشاهد أن هناك أمور كثيرة لا يمكن يكرر نفس الكلام ما هم القادرون هم المؤهلون تفضل يا دكتورة نعم. هو في الآخر يعني الشيخ يعني زالك بيجيب أحاديث بيجيب آيات من القرآن وبيحاول يسقط على واقع يعني معاش يعني يقول لك ده بيضارب وبسوي لأنه بيؤمر بكذا ده بيضارب وبسوي أساسا لو جاته ملاريا طلعت في رأسه هل معناه ركبه شيطان ما جاته ملاريا عملت مرض عضوي تحول أنا أديك تفسير بسيط يعني مرض عضوي ملاريا الدماغية بتعمل مكس في الدم الماشي للمخ مكس في الأكسجين وده دليل ده واحد من الأدلة على إنه الاضطرابات النفسية منشأ اضطراب في العقل في المخ ليه لأنه الملاريا العضوية دي ممكن توصلك الزول لأنه يضارب لأنه ما يعرف أمه ولا صحيح يعرف أبوه صحيح دي واحدة من الأمثلة المثال الثاني عندك استخدام المخدرات يعني حسا أنا وإنت قاعدين كده سليمين بنناقش لو شربنا لنا زيارة بنك وحسا ما في زول حيعرفنا بنقول في شنو طيب الحصل شنو هل استدعينا الشيطان نعم. أبدا عملنا تغيير كيميائي في مخنا لأنه سيارة البنجو فيها حاجة اسمها يعني ناين تتراهيدرو كابينول هي مادة معروفة كلام واضح عندها مستقبلات صحيح. عصبية موجودة في الدماغ نعم. مدروسة صحيح. يعني كونه أنا ما هبشت الموصلات دي وشفتها ولا شفت المستقبلات دي ده لا ينفي وجودها نعم. صحيح. ده لا ينفي وجودها فده دي من الأدلة القاطعة والدامغة جاتنا والحمد لله حديثا يعني البرين إيميجينج اللي هي التصوير للمخ وحتى صار من الممكن أنه نعم. نصوره وهو أثناء وظيفته فدي بينت حتى بدرجة كبيرة حتى مواضع الخلل وين أنا قلت لك البرين ده المخ ده حاجة كبيرة جدا لو تشرد فأصبح من الممكن أنك تهبش الحتة دي يعني شيخنا قبل كان بيتكلم عن الوسوسة بتاعت الشيطان أنا صراحة يعني لا بس قبل الوسوسة معلش أنت الآن جبت المخدرات هل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في حاجة زي ده ولا ما في كان في شنو في حاجات زي ده بتزيل العقل ولا ما في تذهب العقل طيب عشان كده إذا موجودة, إذا موجودة نعم حرمت نعم طيب كيف كان العلاج يعني 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 بس أنا أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لا أنا جبتها كشنو أنا جبتها لك كشنو كأنه دايرة أقول لك إنه في مواد كيميائية يمتصها الجسم سواء كان عن طريق التدخين أنا ما اختلفنا بالكيماوية أنا دايرة أقول لك الآن أنا مجيني واحد مثلا ما هي ديك المثال أحيانا يحدث يا 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 أنا في أوصل الفكرة بالنسبة لي واضحة لا بس الجمهور يمكن واضحة يعني هذه الاختلالات هذه الاختلالات في الموصلات العصبية تحدث أحيانا لأسباب يعني ما بالضرورة أنا أتناول المادة نعم. عشان تحديث لي زي عندك في السكري يعني يقول لك مثلا الزول ده سمين ما بعرف نايم معرض إنه يجيب سكري وجاو سكري مثلا نعم. زعل مرات يقول لك زعل وجاو سكري السكري شنو مشكلة في الإنسولين هي عضوية نعم. ومشكلة في الإنسولين الوظيفة بتاعه كلام واضح ومهم جدا, كلام واضح جدا يا السيد الشيخ يا أيها الشيوخ أين لكم من كل هذا العلم الدقيق العلم الذي يحتاج إلى الدراسة ويحتاج إلى التأهيل والتدريب والخبرات أنتم تزعمون ما لا تفعلون تقولون ما لا تفعلون
توعدون هؤلاء المرضى بأشياء والنتائج كما قالت الدكتورة كارثية. بحكم التجربة كارثية. وهي الدكتورة سترد يا شيخ يا دكتور الآن. لكننا سنذهب لفاصل طيب ثم نواصل رد بعد الفاصل اللي قبلين. عدنا مجددا والوتر المجدود ما بين كلام العلماء وكلام الذين يقولون بغير ربما ذلك. أعود إليك طيب. قبل الفاصل دكتورة أمل قالت أنتم ما تفعلونه أقرب للكارثي بين قوسين. نعم طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا يعني مثلا الآن واحد يجيني أنا عنده مشكلة يعني ملاريا طالت في رأسه او تايف الطرف هتعرفهم كيف دي للشيخ خلي بالك كيف بتعرف انه مريض سكري عنده ملاريا دمه متعاطي مخدرات يعني انت لا عندك معمل طيب. لا عندك يعني صراحه خبرات طبيه تخصصيه كيف لك ان تعرف ان هذه امراض عضويه وليس طيب. متصله بالجان وهلم جره طيب اولا لا. بالنسبه للخبره الحمد لله انا خبرتي الان ماشي 30 سنه يعني ما يوم وليله 30 سنه ماشي ما شاء الله طيب انا لما يجي لي واحد عنده تايفوت او ملاريا اصلا قاعد اخليه يدخل العياده تعرفوا كيف سبحان الله بقيت خلاص من شده لا 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 خلي بالك مردود على كيف لك ان اديك اديك مثال اديك مثال هل يعقل هذا الكلام اديك مثال هل يعقل هذا الكلام احترام لك يا شيخ عيسى اديك مثال قال بيشوفوا كده بعرفوا عنده تايف سبحان الله يا سبحان الله خلي بالك معي خلي بالك معي الان انت قاعد خليك من انا اشوف اي واحد عنده الهلاويز ولا عنده الاشادي خليه اهله يحكوا لي حالته ان شاء الله يكون في اخر الدنيا بس بالتلفون او اتكلم معه بالتلفون بالتلفون خليك من انا اشوفه كله كله نعم واديك مثال انا اخر واحد عندنا اخونا الشيخ هنا في مسجد الصحافه واتصل علي قال لي يا اخي عندنا واحد ما هي اي شيء عنده عرض اي شيء في الدنيا دي عنده عرض الملاريا عنده عرض تايفوت عنده عرض اي حاجه عنده عرض ما انا لا بعلم الغيب ولا افتش لي في غيب لكنك ما خلي بالك معليش يا دكتوره اتفضل اتصل علي قال لي يا اخي عندنا واحد كيت وقاعدين يجيبوا ماله قال لي والله زول ده جنة ومربطون الآن 3 سنة والفقر بيكتب له وبتاع وقلت طيب ودوا الدكاترة قال لي يا أخي ودنا الدكاترة 3 سنة زول ده عنده بقرة 70 بقرة كملها في الحياة دي ومربطون له قاعد قلت له يا أخي اسمع أنا بديك حاجة بسيطة بس أنا مش هشوف ليه الحكاية دي زول ده شوف بالليل بس جسمه بسخن ولا بسخن يجي حمى لطية قال لي والله مرات كده جسمه بيطفى قلت له يا أخي زولك ده عنده ملاريا قلت في الضعين كان ما هي 3 سنين عنده ملاريا عنده تايفوت عنده تايفوت أقول لك الكلام ده والله الذي لا إله غيره دكتور بشرة ده الله يرحمه الله. يتوفى بيتعامل معي أنا من فتحت عيادتي من 98 كويس جابوا هنا قال لي يا أخي زول ده التقرير اليوم عينت لك قلت له الله يا أخي ما في طريقة والله مشى أول فحص أداه الحقن 5 حقن ما جاني راجع هل هذا كلام يا شيخ مع احترامي وتقديري لك هذا كلام غير علمي هذا المريض ل3 سنوات مربط كما تقول انا بقول لك الكلام ده هل يعقل انه بعد 3 سنوات تم اكتشاف التايفود وبالتلفون كويس خلي بالك انا بقول لك لما جاء الطبيب هو اثبت والله احنا ما انا عشان كده بحول الناس انا ما عندنا علاج بالتليفون طيب اسمع لازم نشوف عيادة على الهواء عيادة عبر انا بحول انا بحول لدكاتره وعندي دكاتره كبار وبروفيسورات بحول لهم ناس اسمع بالمناسبه انا دكتوره كبيره ما قلت لك بحول استشاري استشاري انا بقول لك انا بروفيسور في مستشفى طبعا اسمع الحمد لله زمان انا اشتغلت بتحول لهم بحول لهم هو السؤال يا شيخ لا والله يا شيخ كلام في صالح في صالحك هناك أطباء نفسيين طيب. هناك أطباء نفسيون يقومون بتحويل مرضاهم إلى الشيوخ والله وهذا الكلام لا. سمعته بأذني ورأيته بعيني من خلال واحدة من البرامج أنا أسمع مني أنا أقوم بتحويل المرضى الذين أعجز عن معالجتهم إلى الشيوخ أنا أقول لك حاجة لا دكتور طه الله يرحمه اشتغلت مع عيادة مشتركة حسب الله يرحمه سليمان اشتغلت معه أنا أوريك ليه الكلام دكتور حسن ساتي الآن هو عميل السلاح الطبي ده منو حسن ساتي؟ حسن ساتي اشتغلت معه وبيحول معه أنا مؤسس القسم الطبي ده على المركز العالمي حسن سليمان مؤسسه أنا طيب القسم الطبي كل هذه الخبرات خلونا اسمعني من 30 40 طبيب يا اخوان بتعالي اطباء نفسيين ايضا الله يرحمه اطباء نفسيين
مر عليك اطباء نفسيه؟ الحمد لله كثرة كثرة. لكن ديل اللي بتكلم معاهم ديل اشتغلت معاهم شغل واكتسبت منهم خبرات واشتغلت معاهم عيادات مشتركه. دكتوره امل عايز اجيب دعي صوتك عاليا وليس ممدوحا. الشيخ قدم دفعات. النقطه يعني دي مهمه جدا. نعم. النقطه دي مهمه جدا. اول شيء رحمه الله بروفيسور طه بعشر ده معلمي الأول يعني ويمكن يعتبر الأب الروحي بالنسبة لي. نعم. لدرجة إنه في بعض المرضى بيسموني بعشرة. أول عيادة أول جمعية اسمها أول جمعية طب نفسي أنا وهو قعدني في طلبية زي كده وضعنا لها. أنا طبعا أول جمعية طب نفسي ما كنت حاضرة. ما قلت لك أنا وهو وضعناها. طب خلينا أكمل. عشان أقول لك. نعم. استغفر الله العظيم. خلينا أكمل كلامي وأقول ووري هو ليه أشرككم في هذه الجمعية أو ليه أدخلكم فيها. يا أخوانا لما بدأ الطب النفسي بدأ بشخصين أو ثلاثة في السودان. أنا لما جيت أتسجل القدامكم دي لما جيت أتسجل في المجلس الطبي كان رقمي رقم 79. لا. لاحظ 79 بس منذ أنشئ تخصص منذ حتى من الجايين من برا ومن في السودان كان لا يزيد عددنا عن 79 اختصاصي في الطب النفسي. طبعا دي شهادة كبيرة جدا للشيوخ يعني حاملين القرون كلها حاملين عبء الطب النفسي في السودان. يا شيخنا الله يرضى عليك. لا والله بصراحة أنا أفهم هذا الكلام بهذه الطريقة يعني 95 ولذلك كان 79 كل العبء كان يقوم به الشيوخ. طيب أنا ما هو ده صح ما ده شهادة شهادة للشيوخ كل العبء يعني معظم سوري معلش عبء كبير كان يقوم به الشيوخ. ليه؟ ما في حتة تانية تمشي لها. ما في المعرفة بسيطة. الشيوخ يعرفون كيف يسوقون بضاعتهم. الأطباء ما موجودين. هتعمل شنو؟ وهناك وصمة العار الاجتماعية. وصمة العار. نعم. وسيد الرئيس يعني المريض النفسي لا يذهب للطبيب النفسي لكن بمقدوره أن يذهب إلى الشيخ المعالج. بمقدوره أن يذهب إلى الشيخ. ليه؟ نعم. لأنه في غياب الخدمة. انت اذا اصلا يعني الشيخ قال المريض اتصل عليه من الضعين ولا من وين حته بعيده بالتلفون وبالتلفون من حقهم. ليه؟ لانه ما عندهم طبيب هناك عنده الخبره. يعني الشيخ بيقول انه ودوا له كذا طبيب وما عرف له. انا الحته دي وفي الاخر تعالج بالتايفود. لاحظ الحكايه في حين انه نحن الشيل قاعدين حاسه نوجه له الناس يا اخواننا ما اضطراب نفسي هو تايفود. انا متاكد المريض كان مربى 3 سنين وخمس سنين ده اخذ علاجات تايفود لما قال كفاي وعلاجات ملاريا اصلا بيجونا يا اخواننا. طيب لو انا طلعت لك سجل من دكتور من عياده الدكتور بشرى انا شغاله وطلعت لك السجل منه دكتور بشرى منه معلش بشرى هباني الله يرحمه. دكتور بشرى هباني انا طلعت لك السجل من عيادته هو نفسه. يا شيخنا انا بس حاقول لك حاجه واحده. انا يعني دكتور بشرى رحمه الله رجل كان رجل فاضل وعنده اسهامات كبيره في الطب النفسي لكن ما دارين نخش في تفاصيل. طيب. لكن يعني احنا بعيدا عن التفاصيل كما تقولين يا دكتورة السؤال يظل شخص غير السؤال يظل قائما ويس. هل هؤلاء يملكون عصا سحرية كما يقولون؟ مؤكد لا. هل بالفعل يعالجون كل شيء في اي شيء؟ طبعا لا. طبعا يا شيخ طبعا لا كلام علمي والله. طبعا هل يعقل انكم تعالجون كل شيء؟ عارف نقطة الاختلاف هنا وين هل احنا بنتكلم عن مرض جسمي ام سايكو جسمي ام هو مرض روحي؟ ما في حق هي ما طيب نتكلم على العقائد تدي للجسم ولا والله للنفس؟ لا النفس والجسم شنو؟ انا بقول لك كلام مهمي جدا. لا كلام يختلف ماذا الفصل علم النفس ده حتى علم النفس يا شيخ عيسى انا لن اطرح عليك السؤال المكرور السؤال الذي يطرح في كل البرامج الشبيهه بهذا البرنامج والمتصله بما زالت يعني ارجاع كل شيء للجن وما ادراك ما الجن. هذا موضوع اخر موضوع مفروغ موضوع مفروغ منه. لكنكم انتم تدخلون الجن هذا الجن تدخلون هذا الجن في كل شيء تدخلونه في كل شيء. اي مريض يجيكم يقول لك بطوال الوصفه السحريه الوصفه الجاهزه والمعلبه انت يتغمسك الجان. لا انا اتكلم عن حاجه اسمها العلاج بالقران الذين تستطيعون اخراج الجان. لا ما تخلط ما تخلط. انا اتكلم عن حاجه اسمها العلاج بالقران صح. اتكلم عن حاجه اسمها العلاج بالقران والطب النفسي. نعم ده عنوان الحلقه صح. طيب خلينا العلاج بالقران
احنا عندنا القران والسنه حاجه واحده. طيب زول ما بنوم كله كله عنده مشكله ما بنوم ده بيسميه شنو؟ حشخص ارق مش كده يسموه عنده ارق هو دي واحده من العلامات دي علامات واحدة يعني من علامات هنقول هنديه شنو هنديه شنو ما بدي حبوب منومه لا ما بدي حبوب منومه لما اعرف عنده شنو طيب مشخصه ما بنوم ما بنوم بس إيه لما يجيني ويقول لي انا ما بنوم دي البدايه طيب. زي لما تيجي تقول لي عندي صداع ما خلاص صداع ديك بنادول وانتهينا طيب. حديك بنادول لكن حاشوف صداعك ده سببه شنو هنا نفس الشيء انت ما بتنوم طيب. قد اديك في البدايه اشياء تنومك لكن لازم اعرف السبب شنو واعالج السبب طيب. أي بعدين كيف يعني لك ان تعرف يا شيخ مش طيب كيف لك ان تعرف السبب يا شيخ تعرف السبب هل لديك معمل مختبر انا ما بعالج العرض حصلت على دراسات طبيه تجعلك تشخص المريض سريريا وليس عبر الهاتف والموبايل كما تقول دي اسئله مهمه جدا ثم شماعه انكم تعالجون كل شيء وتعيدونه للمساله بتاعه انت مش صح المعلومه دي انا نعم. قلت لك من قال يعالج كل شيء جاهل كل شيء طيب من قالوا عالج كل شيء يا شيخ انت الان تعالج انت تعالج انت تعديت على الحقل المختص فيه لا اصبحت تعالج حتى الحاجات العضويه لا عالج عليك التايفود عليك الملاريا عالج الحاجات العضويه ما الذي تبقى ولم تعالجه ما الذي تبقى لا ما في حاجات عضويه انا قلت لك بعالج الحاجات العضويه لكن انكم انتم تخلطون الان في شغل الدجل والشعوذة والسحر والكهرباء لا 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 خلي بالك شهادتك لله وتعالى الا يوجد دجل وشعوذة كويس في هذا الحقل الذي انتم جزء منه لا يتجزا فيه ولا ما استغل فيها القران اكيد ممكن يستغل فيها القران اكيد في ناس داخلين لكن انا بتكلم عن القله هم الكثره لا هم الكثره لا لا يا شيخ لا معروف المعالجين معروف المعالج بالقران ده معالج بالقران والعلاج بالقران عنده طيب. شروط اصبح تجاره يا شيخ عنده شروط اصبح تجاره ثم هناك هناك الاجازه هناك هناك ضحايا بالمناسبه ناخذ شويه دكتوره امل لها التحيه منذ قليل التو كانت تقول فيما تقول ياتونها بالعشرات بالعشرات مربطين مربطين بسبب انتم الا تستخدمون الصياد الا تستخدمون الصياد لا ما تستخدمون الا والضرب انا رايت بعيني بعين عيني رايت بعيني من خلال اشرطه فيديو عرضت في واحده من البرامج في شاشات التلفزه في الداخل والخارج تقومون بالضرب بسموه شنو هذا الانسان جاهل هذا الانسان اما جاهل واما انه دجال ومشعوذ يقولون يا شيخ يقولون الجال لا يخرج الا بهذه الطريقه مين قال هم لا المدربون انا جل اتحدث حتى عن ما يدعون العلاج بالقران يا اخواننا قلتوا لين احنا نمشي للقران احنا بنرجع للاصول انت قلت من اين تاخذ نرجع للاصول انت يعني جاء خالد بن الوليد للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه قال يا رسول الله ما انام من الارق من الليل شوف انا اوريك عشان تشخص انا مشخص كيف قال ما انام الليل من الأرق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر الورشتات كيف تجي طيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأرضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كل جار من شر خلقك أجمعين عز جارك وجل ثناؤه ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت نعم زيد خلي بالك زيد قاعد في نفس المكان فقال يا رسول الله انا عندي نفس المشكله ما انام من الليل من الارق فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ويت لفراشك فقل اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وانت حي قيوم لا تاخذك سنه ولا نوم اللهم اهدأ ليلي وانم عيني طيب الورشيدة اختلفت الله وحده دقيقه لا انا بسالك الورشيدة اختلفت الله وحده اختلفت والشكوى واحده اذا في اختلاف في التشخيص طيب احنا بنشخص من النهج النبوي صلى الله عليه وسلم وبالطرق اللي شخص بها النبي صلى الله عليه وسلم وورثناها من علمائنا الذين هم جاءوا بهذا الطب كابر انت هسي عرفت كيف الفرق بين الروشيتا دي والروشيتا دي شنو؟ طيب. ده شيء يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بعدين قال حاجه ثانيه علمنا له يعني علمنا له بلغ ده بلغ ما انزل اليك بلغ دي ما بلغنا نحن ده وعلمناه طيب ولو لاحظت هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له قل كده وقال لي انا ما اعرف الصباح قال له قل ما قال لي امشي لشيخ فلان يقول لك او يرقيك يا لا جاء واحد ثاني جاء واحد وجد ابناء جعفر في البيت قال ما بالو ابناء جعفر كذا وكذا قال تصيبهم قال استرقوا لهم
كويس وراء جاري في بنت صغار الصفية أبناء جعفر صغار وراء جارية وراء جاري في الصفية كيف عليها صفعة شوف صفعة دي علامة يعني صفعة علامة قلت عندنا في الطب حقنا صفعة 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 فقال استرقوا لها فإن بها النظرة قال أهل العلم والنظرة هي العين من الجن ليس من الإنس كمان إذن عندنا موروث ثقيل يا شيخنا بس أنت قلت عندك موروث وعندك إجازة إجازة دي يعني شهادة بممارسة المهنة نعم. أنا شهادتي بتاعت ممارسة المهنة نعم. بدرس لها سنين كم سنة يا عمل طويلة خلاص والله ده تغيير قال معارف القرآن تلقى ما شاء الله لكن عنده في الفقه وعنده في الحديث وعنده أسئلة الحديث من الموروث عندنا وعندنا طيب. حكول حافظ طيب. القرآن خلينا خلص الفكرة بتاعتي خلص الفكرة بتاعتي أنا بدرس لها وبمتحن فيها وبيجوني ممتحنين خارج يعني ممتحنين خارجيين يعني أنا قدامك دي امتحني بروفيسور من الرويال كوليج الكلية الملكية البريطانية جاني هنا في السودان امتحني هو الأداني الإجازة بعد ما شاف تشخيصي ونتيجة عملي وأدائي في الامتحانات من الذي منحك هذه الإجازة؟ كيف يعني غير من منحها هو البروفيسور منه؟ نعم منحوك لي يا بروفيسور طبعا من الذي منحك الحمد لله أنا الإجازة حقتي هي ثلاثة بروفيسورات واحد من السودان نعم. واحد من العراق واحد من الأردن ثلاثة وعقدت في كلية الشريعة ثلاثة بروفيسورات دي أيوه. امتحنوك كيف امتحنوك يعني جابوا لي مرضى أنا جابوا لي مرضى وشخصتهم وعالجتهم وعلى هذا الأساس ادوني الإجازة نعم. وبعدين أثناء التدريب في مراقبة مستمرة لأربع سنوات يا دكتورة أمل ما احترامي لكل الذي تقولين كلام منمق طيب جميل أديك آخر إجازة يا شيخ عيسى أديك أقصر إجازة عليك الله عليك اسمع مني اسمع مني أقصر إجازة نعم. أقصر إجازة من النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل نعم أقصر إجازة من استطاع أن ينفع أخاه في الرقية جاءت في الرقية من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل أسمع قال ما من مسلم كل مسلم ما من مسلم خليك من الدراسات الدنيا دي كلها ما من مسلم يزور أخاه المسلم ثم يقول بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات ثم يقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات إلا سبع مرات إلا شفي ما لم يحضره أجله ما لم يحضر أجله ده قول من الكلام يا أخي هذا الكلام كلنا نعرفه طيب ما لا 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 ما حوجت ما حوجت يا دكتور أمل أنتم كوسطاء هل أنتم وسطاء هل أنتم شفعاء؟ يا أخي الحياة دي معروفة موجودة في الفقه النبوي وفي الموروث القرآني يستطيع كل مسلم أن يتعرف عليه ما حوجة وجود الشيخ إن لم تكن المسألة مجرد استرزاق ده ما كلامي أنا ده كلام أسامة ده برضو كلامي لأنه لا لا أنا بدي أرجع عليك أرجع عليك يا دكتور أمل لا 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 لحظة يا دكتور أمل يا دكتور أمل قطعني الشيخ له أيضا التحية للتو كنت تقولين هذا الكلام الجميل المنمق طيب. رغم الذي تقولين المثقفون النخب السياسيون التجار نعم. العاوزين ينزلوا الانتخابات يسحبون لهؤلاء الشيوخ نعم دي نعم دي بتحصل تحصل ليه بتحصل ليه بتحصل الناس دي سرهم باتر بين قوسين الناس دي سرهم باتر نمره واحد ولا شنو نمره واحد انا قلت لك في البدايه نعم. هم يعرفوا كيف يسوقون بضاعتهم أه. وبعدينك انت برضو تحدثت عن مساله الوصمه يعني في ناس تفضل انه يقولوا بها عين وسحر وجن مما يقول انه اصاب اضطراب نفسي لا. لانه برضو على السكر في العين دي انا سؤال الله يرضى عليك خلينا نتم الفكره بتاعتي لا العين موجوده لا انا موجوده انا موجود آه. انا دارس على العين والسحر على هذا السؤال خلينا الان نتكلم في العين السحر والعين السحر والعين والجن هل موجودات في الكون ده موجوده وانا انا هرد على ثلاثه اسئله في وقت واحد ادوني فرصه لك كلهم هرد لك عليهم وكلهم اجابتهم جاهزه طيب تمام ليه الناس بتمشي أه. الدائر ينجح في انتخابات الدائر اللي عنده أول شيء الخدمة ما متوفرة بالدرجة الكافية الإعلام يعني معرفة الناس معرفة الناس بطبيعة الاضطرابات النفسية وكيفية علاجها برضو ضعيفة ليه لأنه برضو ما موجودين يعني الأطباء بدل ما موجودين يعني زمان الناس بتلد بالحبل حسا أي واحدة دارة تحجز وين عشان تمشي وين لأنه في آلاف استشاري النساء والتوليد لما يزيد العدد وتزيد معرفة الناس بتعرف وين تتوجه
أنا أديك أمثلة يعني. دي إجابة دبلوماسية، هو سؤال واضح. في عين وسحر. لا ما لسه ده سؤال أنا ما. لا 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 أجل لنا السؤال ده. طيب أنا هقول لك بقصة العين والسحر والجان دي. أول ما أنت موجودات كم موجودات نتكلم فيه ما موجودات. يا شيخنا إذا موجودات أو ما موجودات. أنا لا لا. ما ينفع كده. لا ينفع. لأنه إجابتي بتنفع. لهم من ناحية دينية. طيب طيب طيب. صح. نفرض إنه هل أنت تأكدت إنه هذا الشخص مرض النفسي ده بسبب عين سحر؟ افرض انه فعلا بسبب عين سحر، انا نمشي معاك للاخر. انت عندكم علاج للسحر والعين؟ انتوا كطبنا لا 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 انا اديك الزمن انتهى يا دكتور. الزمن ما انتهى. لا الزمن انتهى. لا انا هقول لك عندكم علاج للعين والسحر؟ عندكم علاج للعين والسحر؟ احنا اول شيء العين والسحر دي لا موجودات. طيب لا عندها لا عندها موجودات. وريني علام. انا اللي بيجيني انا شفتهم كلهم كان عندهم اضطرابات نفسيه وعالجناهم. يعني ما لقيتك اي حاله بتاعت عين والسحر؟ مساله العين والسحر احنا نفرض يا جويل قال عندهم حاجه ثانيه مضاده اللي يتفرقون به بين المرء وزوجه. انا ما قلت مضاده، قلت عندنا في الاضطرابات النفسيه ما يفرق بين المرء وزوجه. لما نعالج هذه الاضطرابات النفسيه باذن الله هذا التفريق يروح. لا انت يا دكتور يا دكتورة يا أنا سؤالي والله واضح. لو جاك واحد مريض وجلس أمامك واكتشفتي في نهاية الشوط في نهاية المطاف أنه مصاب بالعين أو السحر، ما أنا هل لدي ما عندكم علاج؟ ما عندي علاج. الجماعة دي لازم يكونوا موجودين، هم اللي بيعالجوا. مريض بتاع عين وسحر. أنا عندي مريض العين والسحر. أنا ما عندها حاجة العين والسحر دي في قاموسه ما في. أنتوا ما عايزين تدوني، ما عايزين تسمعوا الإجابة صراحه. ما عايزين الناس داخلين بس معلش واحد واحد هو انا العين والسحر موجودات. ما داير تسمع الاجابه انت يا شيخنا. انا لا داير. هل العين والسحر مختصه بالاضطرابات النفسيه؟ تعمل اضطرابات نفسيه هل مختصه وتعمل اشياء جسميه؟ الله يرضى عليك. هذه النقطه اللي انا عايزه اوصلك ليها. خلاص طيب لو افرض زول ادوه عين او عملوا له سحر. ما في ثوابت يا دكتورة. يا دكتورة في ثوابت في الدين دي ما بتقبل افتراضات. يا انا في ثوابت في الدين ما بتقبل افتراضات. انت بتقول لي ما بتفرق افتراضات بس انت بتقول لي ما تفرضوا كده. خلينا احنا قولي في عين. العين بيطلع في كم؟ قول في عين. سحر بتطلع في كم؟ شوف ما دريت بياخذ معك كم انت؟ اي انسان بياخذ معك كم؟ اي انسان. انا بسالك. ما انا بقول لك اي انسان بياخذ معك كم يا شيخ؟ خلي بالك معي. اي انسان انا او غيري قال لك والله انا بشير لك بالكم دول الرمد والله بسير لك السدف ده دجال. طيب دجال. لكن في الطب النفسي ما تصبر الله سبحانه وتعالى ما تصبر على الطب النفسي. بتقولوا للناس الاطباء النفسيين انا دارتك باختصار شديد ما بعجوكم بخدمكم. خلي بالك دارتك باختصار شديد. العين ممكن تطلعها هي ثلاث درجات. اطلعها بسريعه جدا وفي نص ساعه وممكن بعد ذاك تكون طويله. لكن في نهايه بتطلعها في الطويله دي كم سنه؟ ممكن تاخذ دقيقه ممكن تاخذ دقيقتين ممكن تاخذ 10 دقائق ممكن تاخذ يوم. طيب ممكن تاخذ سنين. لكن في واحده سريعه جدا في ثواني بطلعها مش تسع دقيقه اللي هي اللي هي مثلا اللي بيجيك مثلا مشلول وتقوم تقرا له ويقول لا ما بقول مشلول انا بنعملها. لا احنا بنعملها. انا شفيت امراه 4 سنين ما تكلمت. انت شفيت يعني الله عين عين ولا انت شفيت الله شافي والله ما داري نمسك في الالفاظ. انا الالفاظ هي مهمه جدا في العلاج. طيب انا عالجته خلينا من شفيت اللي بيشفي رب العالمين. لا العين براوسر والسحر بياخذ وقت اكثر وحسب حالته ممكن والمس كل واحد يعني شوف هي تقابل اصل حاله راكد عندها سنه مضبوط ومدور والله لسه انت فترتك ما جت. طيب يا اخي تعال في حاجه فترتك ما جت. احنا عندنا حاجه قلت لك في السنه النفسي. جات ساعه استجابه واحده ممكن ينتهي كل شيء. وبعدين انا بنعلم هل الاستجابه دي هل الاستجابه دي انتم بس المختصين بها؟ لا احنا بنعلم الاستجابه الدعاء كيف يلتحقوا بالله مش عشان استجابه الدعاء اذا الجمره زي ما قالوا بتحرق الواطيها عشان كده بنعلمه هو هو لا ما داير تعليم عشان كده بنعلمه انت الحق يلا ما لا 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 ما يجيبوا المضطر ايوه المضطر اذا دعوا انا اقول له اوريه يعمل شنو المضطر ادعي وياو براو بيتضرع الى الله. يا دكتوره انت ورشتتك مش اشتري من الصيدليه وانا ورشتتنا اشتري من الله. سبحان الله جعلكم خلف يعني سفراء لو في الارض ولا كيف يعني كيف انت معلمين من عارف كيف دعات بنعلمك الناس كيف تحكم اشتري من الصيدليه زي ما بتشتري للسكري زي ما بتشتري للاسف انتهت الحصه الزمنيه المقرره لي ويبقى السؤال قائما يا ترى من هو الذي على حق؟ من هو الذي على حق؟ الذي يعلم هو الحق والحق هو الله. يظل هذا الجدال مستمرا مشتعلا محتدا ونأمل انه يعني نصل فيه لحلول
برامج كل مرة بتعمل نفس اللي بنقوله ده، لكن نتمنى أن يأتي اليوم الذي تتضح فيه كل الحقائق. نعم. أنا شاكر لك الشيخ عيسى سليمان، رئيس جمعية الشفاء للتداوي بالقرآن والسنة، وأيضا أشكر الدكتورة أمل التياني الاستشاري للطب النفسي. شكرا لكما، شكرا.